قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِعِ الله ورسولَه فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. ثم أما بعد، فقد أتاكم شهر رمضان، شهرٌ مبارك، أتاكم شهر رمضان، شهرٌ مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تُفتح فيه أبواب السماء، وتُغلق فيه أبواب النيران، وتُغلق فيه أبواب النيران، وتُصفَّد فيه الشياطين، وتُغلُّ فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. بهذه الكلمات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه بمقدم رمضان. هذا الشهر الكريم، هذا الضيف الجليل، هذا الزائر العزيز الذي ما إن يحط رحاله حتى يتجهز للرحيل. قال الله جل في علاه: أياما معدودات، أيام قلائل. إي والله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان، هل حقًا جاء رمضان؟ أم أننا في حلمٍ؟ هل حقًا جاء رمضان بنفحاته وإيمانياته؟ هل حقًا جاء رمضان وفُتِّحت أبواب الجنان؟ هل حقًا جاء رمضان وغُلِّقت أبواب النيران؟ هل حقًا جاء رمضان وصُفِّدت الشياطين ومردة الجن؟ هل حقًا جاء رمضان وفي كل يومٍ وليلة لله عتقاء من النيران؟ هل حقًا جاء رمضان ولكل مسلمٍ في كل يومٍ وليلةٍ من رمضان دعوةٌ مُستجابة؟ هل حقًا جاء رمضان؟ هل حقًا جاء رمضان؟ جاء زمانُ التوبة والأوبة والرجوع إلى الله عز وجل. لقد عشنا عامًا كاملًا في بعدٍ عن الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل أعوام تنكبنا فيها الطريق إلى الله عز وجل، وسرنا على خلاف مراد الله عز وجل منا. على مدار عامٍ ونصف
نتابع الأحداث والسياسة وما يجري هنا وهناك، وصار الكل لا أقول متابعاً للسياسة، بل صار الكل محللاً سياسياً، ليس يتابع وفقط، بل يدلو بدلوه في الأحداث ويقول أرى كذا وكذا وكذا. وصار الناس والله الذي لا إله غيره لا يجتمع اثنان في موطن من المواطن إلا ويختلفان، هذا له رأي وهذا له رأي، هذا يقول بقول وهذا يقول بآخر. جاء رمضان ليوحد الناس، ليجمع الناس بعد الفرقة والشتات طوعاً أو كرهاً. لا شك أن الناس في رمضان يجتمعون، يصومون في وقت محدد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما أمر المولى عز وجل، في وقت محدد كل شيء يعتدل في رمضان والناس كلهم مجتمعون. قال الله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. لا تستطيع السياسة ولا الأحداث ولا أي شيء في هذه الدنيا أن يجمع الناس كما يريد الله عز وجل، كما يريد الله عز وجل، إلا إذا اجتمعوا على طاعة الله. تجد الناس جميعاً في المساجد يقفون صفاً واحداً، تلتحم الأقدام بالأقدام والأكتاف بالأكتاف، وترفع الأيادي والأكف إلى الله عز وجل بالضراعة والابتهال، كل يسير في وجهة واحدة، كل ينظر إلى وجهة واحدة إلى السماء، يرتقب وينظر ويشرئب إلى رحمة الله عز وجل التي تنزل في رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغل فيه مردة الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران، والقلوب مقبلة على الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فمن يغفر الذنوب؟ من يقيل العثرة؟ من يغفر الزلة؟ من يشفي المريض؟ من يجيب السائل؟ من يعطي المحتاج؟ من يطعم الجائع؟ من يسقي العطشان؟ من ومن ومن؟ أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. هذا أوان الإقبال على الله. من لم يقبل على الله عز وجل في هذه الأيام المباركات فمتى؟ هذا أوان الرجوع إلى الله عز وجل. من لم يرجع إلى الله عز وجل في رمضان فمتى؟ هذا أوان التوبة والأوبة إلى الله عز وجل. من لم يتب إلى الله عز وجل في رمضان فمتى؟ متى يتوب من لم يتب في رمضان؟ متى يقبل من لم يقبل في رمضان؟ متى يفيق من لم يفق في رمضان؟ حقاً جاء رمضان، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أعاذنا الله وإياكم من الغفلة. حقاً جاء رمضان، نحتاج يا عباد الله إلى أن نقدر هذا الشهر قدره، إلى أن نقدر هذا الشهر قدره. ضيف نزل بنا، وما أن يحط رحاله حتى يرتحل ويذهب عنا، ما أن تغمض عينيك ثم تفتحها إلا وتجد رمضان قد ولى، لأنه كما قال الله عز وجل أياماً معدودات، ما أسرع انقضاء الأيام والليالي والشهور والسنين. كم فات من عمرك؟ كم فات من عمرك أنت؟ وكيف تعد هذا الذي فات من عمرك؟ ألست تقول قد فات سريعاً؟ ألست تقول لا أحس بما مضى وفات من عمري؟ ما بقي من العمر قليل وسيمضي أسرع مما تحسبه أنت
قد فات في برهة أو لحظة، فما بالك بشهر كريم على الله عز وجل. شهر رمضان، شهر القرآن والصيام والقيام والبر والإحسان. راجع نفسك، هذا زمان مختلف، زمان يتغير فيه كل شيء، حتى تتغير فيه الأمور الكونية، تحس بنسيم غير الذي كنت تحسه في غير رمضان. ما أن يقال جاء رمضان إلا وتحس أن عبير الدنيا قد اختلف، نسيم الهواء قد اختلف، تحس في نفسك أنت بانشراح في الصدر وسكينة في النفس، وتحس بإقبال على الله عز وجل. قد هيأ الله عز وجل لك الكون بأسره، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ويكف الله تبارك وتعالى عنك الشياطين التي تغويك وتؤزك إلى الشر أزا. يحجب الله عنك كل الشواغل والصوارف، وتفتح أبواب الجنة، تتزين الجنة، تتزين الجنة لمن يدفع المهر. فما المهر؟ ما المهر الذي هو مطلوب منك في هذه الأيام؟ ما الذي ينبغي علينا أن نفعله وأن نقدر أن نقدر لهذا الشهر قدره؟ أول ما ينبغي علينا في هذه الأيام الطيبات المباركات، وهذا أول يوم من رمضان ولا يزال الشهر موفورا، أول ما ينبغي علينا جميعا أن نتوب إلى الله عز وجل. إياك إياك أن تستمر على ما كنت عليه قبل رمضان. التوبة هي وظيفة العمر، التوبة وظيفة العمر. نادى الله تبارك وتعالى جميع العباد، جميع عباده، وندبهم إلى التوبة، نادى جميع المؤمنين، لم يترك منهم أحدا. قال جل في علاه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وانظر كيف علق الفلاح على التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن لم يتب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لا تحسب أنك لست بصاحب ذنب ولست بصاحب خطيئة أبدا. هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يسمع له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم؟ هل أنت أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل فيهم وفي نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة؟ يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ثم استغفرتني غفرت لك. الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل دعا الكافرين إلى التوبة، ودعا أهل الكتاب الذين نسبوا له الولد وقالوا اتخذ الله ولدا، والذين قالوا عزير ابن الله، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا يد الله مغلولة، دعاهم الله عز وجل إلى التوبة فقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يرغبهم في التوبة: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابدأ بالتوبة، ابدأ بالمصالحة مع الله عز وجل، ابدأ رمضان، ابدأ رمضان بتوبة نصوح تغلق فيها أبواب المعاصي والذنوب على ما سلف من أيام وليالي. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم ذنوبكم، عسى ربكم أن يكفر عنكم ذنوبكم. الله عز وجل يدعوك إلى التوبة وأنت تعرض. الله عز وجل يفتح لك أبواب السماء، أبواب السماء،
وأبواب الجنة، ويغلق لك أبواب النيران، ويهيئ لك كل شيء، ثم تعرض عنه. بعض الناس يتوب في رمضان، ترى كثيرا من المدخنين يقلع عن التدخين، ترى كثيرا ممن يتعامل بالحرام يقلع عن الحرام، ممن يسمع الغناء يترك الغناء، ممن من النساء التي يمشين في الشوارع متبرجات يلبسن الحجاب في رمضان، ثم ماذا؟ ثم ليس بنية وليس بتوبة نصوح. فالتوبة النصوح هي المعاهدة، أن تعاهد الله عز وجل على ألا ترجع إلى الذنوب والمعاصي مرة أخرى، أن تكون خالصا نية لله تبارك وتعالى، لا تفعل هذا عادة ولا تفعل هذا خوفا من الناس أو من المذمة أو نحو ذلك، لا، لله سبحانه وتعالى وحده، هذا الذي يريده الله تبارك وتعالى منا. وهذه هي وظيفة العمر. وإذا بدأت بالتوبة فاعلم أن رمضان شهر الصيام وشهر القيام وشهر الجود والإحسان، وشهر الجود والإحسان رمضان شهر العبودية. يأتي رمضان ليذكرنا بأننا جميعا عباد لله عز وجل، قد خلقنا لهذا، ما خلقنا لأي شيء، لا للعمل ولا للسياسة ولا لأي شيء، كل هذه ما هي إلا وسائل، ليست محرمة ولكنها وسائل توصلنا إلى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته، ومن ثم شرعت هذه الصنوف المختلفة من العبادات لله عز وجل التي غفلنا عنها طيلة عام مضى. والآن نرجع إلى حظيرة العبودية. من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إذن إذا صليت خلف الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام ليلة، قيام الليل كله. ثم إذا صليت رمضان كله خلف الإمام حتى ينصرف كتب لك قيام رمضان. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هذا أجر بسيط؟ هل هذا أجر عادي يحصل هكذا؟ لا والله، هذا يحتاج منا إلى صبر ومثابرة، يحتاج منا إلى جد واجتهاد، يحتاج منا إلى بذل وتضحية، يحتاج منا إلى أن نستعين بالله عز وجل، يحتاج منا إلى مبادرة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا خلف النبي في رمضان، صلوا القيام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال. ولما خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم أمسك في بيته وقعد. ولما جاء عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه عرف أن الوحي قد انقطع وأن الصلاة لن تفرض، ستصير كما هي نافلة، فجمع الناس على أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه يصلي بالناس رضي الله تبارك وتعالى عن عمر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصلون بالمئين، يصلون بالآيات فوق 100. يقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا ننصرف من صلاة القيام فنعجل بالسحور حتى ندرك الفجر، يعني يصلون طيلة الليل، كانوا يجتهدون في طاعة الله تبارك وتعالى في رمضان كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة يا عباد الله التي أضعنا منها الكثير والكثير طيلة أيام العام، آن الأوان أن نراجع صلاتنا، أن نراجع الصلاة في المسجد مع الإمام حيث ينادى بهن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في الجماعة، الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت
يغمى عليه 3 مرات، وفي كل مرة يفيق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة. وآخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت: الصلاة الصلاة، اتقوا الله وما ملكت أيمانكم. يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، أول أركان الإسلام وأول ما يحاسب به العبد يوم القيامة. هل ترى أن الله تبارك وتعالى يحب من الناس أن يراهم في أول أيام رمضان والمساجد ملأى مكتظة بالمصلين، ثم يمر اليوم واليومان والثلاثة وتصير المساجد خاوية خالية ليس فيها أحد؟ هل ترى أن الله تبارك وتعالى يحب هذا؟ لا والله لا يحب هذا، وإنما يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن كهذا الذي يقبل مع الناس حين يقبلون ثم يرجع وينكص على عقبه بعد أيام قليلة. إياك إياك، حافظ على الصلاة في المسجد حيث ينادى بهن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. شهر رمضان شهر الصيام، وما أدراكم ما الصيام؟ الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القيام: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان. جاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مرني بعمل أعمله. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: يا رسول الله، مرني بعمل أعمله. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. قال: يا رسول الله، مرني بعمل أعمله. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. لماذا كان الصوم لا مثل له؟ هل تعلم لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول الله عز وجل في رواية أخرى فيما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا يشعرك بأن أجره عند الله عز وجل لا نهاية له ولا حد له، ليس إلى 700 ضعف ولا إلى 10,000، بل ولا إلى ملايين الأضعاف، ولكنه مدخور لك عند الله عز وجل. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فجازاه فرح بصومه. إذا أتيت الله عز وجل يوم القيامة فجازاك بصومك فرحت. لماذا؟ لأن أجره عند الكريم، عند الكريم الذي خزائنه ملأى وعطاؤه لا نهاية له، عطاؤه لا نهاية له، وجائزته هي الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يقرأ القرآن، ويأتيه جبريل في كل عام يقرئه القرآن في رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم له حال خاصة مع القرآن في رمضان، وهكذا علم أصحابه القرآن. يا عباد الله، هذه فرصتنا لننفض الغبار عن مصاحفنا ونفتحها نقرأ فيها. القرآن دستورنا، القرآن الذي فيه عزنا ومجدنا وشرفنا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه شرفكم، فيه مجدكم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له حال خاص مع القرآن، ويأتيه جبريل خصيصا في رمضان ليقرئه القرآن ويدارسه. رمضان شهر الجود والإنفاق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ما جاءه سائل أبدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا ليس عندي ويرده، بل أعطاه، أعطى مرة رجل واحد أعطاه غنما بين جبلين. فجاء الرجل متهللا إلى قومه يقول يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة في رمضان فيقول من فطر صائما فله أجره، من فطر صائما فله أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء، لا من هذا ولا من ذاك، لا ينقص من أجورهم شيء. هناك أناس ينفقون في رمضان فيصير رمضان لهم كأنه صام ثلاثة رمضانات أو أربع رمضانات أو عشرة رمضانات من كثرة ما ينفق في رمضان ومن كثرة ما يفطر من الصائمين. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها يأتيها 180,000 دينار، تخيل الدينار كان من الذهب، كان من الذهب، يأتيها 180,000 دينار لا يأتي عليها المساء إلا وقد أنفقتها جميعا لله عز وجل. ما كانت تنفق، ما كانت تمسك شيئا مما أتاها الله عز وجل في يدها. يقول، تقول جاريتها كانت تنفق، كانت تعطي للناس بالقصعة أو بالطبق، كانت تغرف للناس الدنانير بالطبق، فلما جاءها المساء لم تجد ما تفطر عليه، جاءتها جاريتها بخبز وزيت فقالت لها أما استطعت، تقول لها الجارية أما استطعت يا أم المؤمنين أن تبقي لنا درهما واحدا نشتري به لحما نفطر به؟ تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها الصديقة بنت الصديق لو ذكرتني لتذكرت، لو ذكرتني لتذكرت. هكذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا يصلون، هكذا كانوا يصومون، هكذا كانوا يقرؤون القرآن، هكذا كانوا ينفقون، هكذا كانوا يقبلون على الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان. فأين نحن من هذا؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فقد صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر في رمضان فقال آمين آمين آمين، فلما نزل قالوا يا رسول الله سمعناك قلت آمين آمين آمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد يا محمد، بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. فقال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فصلى فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء جبريل بالبعد والطرد من رحمة الله عز وجل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. علمتم يا عباد الله أن الأمر خطير، إذا كان في رمضان هذه الجوائز وهذه المنح وهذه العطايا الربانية من الكريم الرحمن سبحانه وتعالى الذي يفتح لك أبواب الجنة ويغلق لك أبواب النيران ويهيئ لك أجواء الطاعة، فماذا عمن أعرض
ماذا عن لم عن من لم يق عن لم عن من لم يقدر هذا الشهر قدره؟ يدعو عليه جبريل ويؤمن النبي صلى الله عليه وسلم. من أدرك رمضان ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. نعوذ بالله عز وجل من هذا، نعوذ بالله عز وجل من حال الخاسرين. إياك إياك أن تعرض عن الله عز وجل، إياك إياك أن تستمر على ما كنت عليه قبل رمضان من الإعراض والبعد والانغماس في الذنوب والمعاصي، وكلنا ذاك الرجل إلا من رحم الله. ما منا إلا مفرط ومقصر، الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. أياما معدودات جاهد فيها يا عبد الله، أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا أيها المسلمون لعلكم ترحمون. هذه أيام معدودات قد فرض الله علينا صيامها وقيامها، وجعل فيها من الجوائز ما الله تبارك وتعالى به عليم. إياكم والذنوب والمعاصي، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. واعلموا يا عباد الله أن الشهر ما زال موفوراً، وأن الناس كلهم يقفون على خط واحد، وهذا مضمار قد جعله الله تبارك وتعالى للسباق، وغايته هو الله سبحانه وتعالى. من منا سيصل إلى الله عز وجل في هذا الشهر في أول ليلة من رمضان؟ هذه الليلة التي مضت أعتق الله فيها عبادا من النار، لله في كل ليلة عتقاء من النار. يا لسعادته ويا لفوزه ويا لحظه العظيم من أعتق من النار بالأمس، لا أقول اليوم ولا غدا ولا بعد غد. لله في كل ليلة عتقاء من النار، ولكل مسلم ومسلمة في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. رمضان مضمار للصالحين من عباد الله عز وجل، كل الناس يقفون على خط البداية الآن، ولا يزال الشهر موفورا، وسيسبق أناس إلى الله عز وجل بغاة الخير، وسيتخلف آخرون. نسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا من المتخلفين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالاستعانة بالله عز وجل. هذا يوم وهذه أيام اشتد فيها الحر، اشتد فيها الحر حتى إن الصوم قد يصعب على كثير من الناس. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه في سرية وفي يوم شديد الحر وهم في البحر، وقد اشتدت بهم الريح، إذا بمناد يسمعونه ولا يرونه يقول لهم: يا أهل السفينة، يا أهل السفينة، ألا أخبركم بقضاء قضاه الله تبارك وتعالى على نفسه؟ قال أبو موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه: أخبرنا إن كنت مخبرا. فقال: قضى الله تبارك وتعالى على نفسه أنه من عطش نفسه لله تبارك وتعالى في يوم صائف أو في يوم حار كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يسقيه يوم القيامة، كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يسقيه يوم العطش، يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس ويشتد الحر ليس كحر الصيف في أيامنا هذه. وهناك أناس في ظل عرش الرحمن، وهناك أناس يسقون، يسقيهم الله تبارك وتعالى بفضله وجوده ومنته ورحمته. استعينوا بالله عز وجل. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد معاذ بن جبل وقال: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استعينوا بالله عز وجل، واستشعروا قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا طاقة لنا بشيء من عبادة الله عز وجل إلا بمعونة الله جل في علاه. احرصوا على طاعة الله تبارك وتعالى، وصنوف الخير كثيرة: الصيام والقيام والقرآن
والذكر والنفقة وصلة الأرحام وعيادة المريض والإحسان إلى الجيران شرائع الإسلام كثيرة، ويستطيع الإنسان أن يلج من أبواب الخير التي جعلها الله تبارك وتعالى لعباده. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين في شهر رمضان، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النيران يا رب العالمين. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، اللهم أعنا فيها على ما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واختم لنا بخير. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين المقهورين في كل مكان، في سوريا وفي بورما وفي كل مكان من أرضك يا رب العالمين، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اقطع دابر القوم الظالمين ولك الحمد يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة الجبارين، اللهم عليك بطاغية سوريا وجنوده، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيه في هذه الأيام الطيبات المباركات آية من عجائب قدرتك، آية تشفي صدور قوم مؤمنين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.